دكتورة براءة أحمد سلامات، درست في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، تخرجت من كلية طب الأسنان في 2016. عملت كمان امتيازي في مستشفى الجامعة الأردنية، خلصت في 2017. كل حدا بنشوفه بحياتنا بيترك فينا بصمة. أول إشي الشكر لرب العالمين، الحمد لله إنه وصلنا لهون. الشكر الأكبر والأجل والدي ووالدتي، كتير وقفوا بجنبي، سندوني وكانوا موجودين دايماً. أخواني وزوجي بوجه لهم الشكر، وكل أصدقائي وصديقاتي وموظفتي آية اللي معاي كيعني إيدي اليمين. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم خطوات أردنية. رحبوا معي بضيفتي لهذه الحلقة الدكتورة براءة سلامات. بداية يسعد مساكن. أهلا وسهلا فيك. في البداية تعرفيني وتعرف السادة المشاهدين بنبذة بسيطة عن حالك. دكتورة براءة أحمد سلامات، درست في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، تخرجت من كلية طب الأسنان في 2016. عملت كمان امتيازي في مستشفى الجامعة الأردنية، خلصت في 2017. اشتغلت في القطاع الخاص في العيادات في شارع المدينة المنورة، تمركزت فيه يعني شارع المدينة المنورة وشارع الجاردنز. خبرتي كانت كلياتها في هذا المكان. أخذت دورات بما يخص تجميل الأسنان وزراعة الأسنان، طورت حالي في هاي المجالات، وفتحت عيادتي جديد بهاي السنة 2022 في شارع المدينة المنورة. نعم بتشوفي، بس تعرفيني أكثر شو هي أهم الخدمات اللي عم تقدميها هون عندك في العيادة؟ احنا عنا عيادة الأسنان اللي موجودة في عيادة السلامات، بتقدم كافة الخدمات السنية، موجود عنا كافة العلاجات، بنعالج الأطفال كبار السن، بنقدم علاجات تجميلية، علاجات زراعة، خلع عصب، علاج التقويم، يعني كافة العلاجات، وموجود عنا الأخصائيين لكافة هاي العلاجات الموجودة. نعم، ما هو سر نجاحك وتميزك كطبيبة أسنان؟ طبيب الأسنان بشكل عام بيحتاج إنه يواكب العلم، يضل داير باله على كيف المهارات اللي موجودة عنده يطورها وينميها، يتعلم هاي الأشياء من ناس ذوي خبرة، يعرف يتعامل مع الناس صح، يعرف شو بدهم، يعرف مشاكلهم، يسمع لهم ويعطيهم العلاج على درجة كافية من الإتقان. بتوقع هذا هو الإشي الأهم اللي بنحتاجه من طبيب الأسنان للمريض. وطبيب الأسنان كتشكيلته يعني بيكون فنان وطبيب وكمان صديق للمريض. نعم. فاللي بجمع هاي الأشياء الثلاثة مع بعضها بتوقع بيكون طبيب أسنان ناجح ومتميز. برأيك إلى أي مرحلة تطور عنا طب الأسنان بالأردن؟
كتير حلو وكتير قوي كمان. والدليل على هذا الإشي إنه الناس بتجينا بتراجعنا من بلدان أخرى، دول عربية شقيقة، وحتى الناس اللي بيكونوا عايشين برا الأردن، بيكونوا أردنيين وعايشين برا الأردن، بيستنوا إجازتهم عشان يعملوا أسنانهم ويعالجوا أسنانهم في بلدنا. فهذا يعني بيكون دليل كافي على إنه إحنا عنا العلم الأسنان كتير مواكب ومفيد ومتطور. نعم، بس نحكي بالتحديد عن زراعة الأسنان، أنت كطبيبة أسنان إيش بتفضلي، زراعة الأسنان الفورية أو زراعة الأسنان اللي بتتم على مراحل؟ وأصلاً شو الفرق بيناتهم، وليش أغلب المرضى بس يجوا يعملوا زراعة أسنان ما بيسألوا عن إشي غير؟ شو هو نوع زراعة الأسنان؟ صحيح سؤالك مكانه. هلأ أياها بفضل الزراعة الفورية أو الزراعة العادية، هاي بيعتمد على حسب الحالة. يعني ممكن يكون مريض مناسب لإله الزراعة الفورية والمريض الثاني مش مناسب لإله هذا الشيء، بيعتمد على عدة عوامل. لكن إذا كان هذا المريض يعني حالته مستوفية إنه يعملها بحالة الزراعة العادية وهو حابب إنه يعملها زراعة فورية، ما بنصحه، لأنه نسبة الريسك بتكون أو نسبة فشل للزرعة بتكون أعلى شوي. فبفضل الزراعة العادية لحسب الحالة طبعا. شغلة كمان حكيتي عنها إنه إحنا بنحكم على الزرعات على حسب شو نوعها، يعني كتير في ناس بيسألونا كماركتينج شو نوع الزرعة اللي عندكم، زرعة برازيلية، زرعة ألمانية، سويسرية. هذا الإشي تمام، ممكن ينظر له الطبيب وبيحدده الطبيب على شو هو بيرتاح مع أي شركة بيرتاح لها. لكن بالنهاية كزرعة هي إيد الطبيب هي اللي بتحكم على شو نسبة نجاح هاي الزرعة. فبحب أوعي الناس لهذا الإشي إنهم يختاروا طبيبهم مش إنهم يختاروا شو نوع الزرعة. نعم، ننتقل إلى الجانب الوطني. لو قدر لك والتقيت بصاحب الشجرة ماذا ستقول له؟ بدي أحكي له الله يكون بعونك أول إشي، لأنه الوسط كثير محتدم، يعني كثير الوضع صعب بالمنطقة. الله يكون بعونه على إدارة هاي البلد ويعطيه العافية على الجهود اللي بيعملها عنا، مقدرة، وشكراً لإله وبوجه له تحية. نعم، بس أكيد أنت في حدا ترك بصمة بحياتك وأعطاك الدافع لو وصلتي لهاي المرحلة، فأنت لمين بتحب توجهي رسالة شكر عبر برنامجنا؟ إذا هيك في كتير ناس ممكن نوجه لهم شكر، لأنه كل حدا بنشوفه بحياتنا بيترك فينا بصمة. أول إشي الشكر لرب العالمين، الحمد لله أنه وصلنا لهون. الشكر الأكبر والأجل والدي ووالدتي، كتير وقفوا بجنبي، سندوني وكانوا موجودين دائما. أخواني وزوجي بوجه لهم الشكر، وكل أصدقائي وصديقاتي وموظفتي آية اللي معاي كيعني إيدي اليمين. كيف يمكن للسادة المشاهدين التواصل مع حضرتك؟ تحكي لي أكثر وين موقع العيادة وطرق التواصل معكم. إحنا موقع عيادتنا في شارع المدينة المنورة قبل مستشفى ابن الهيثم على الشارع الرئيسي، عمارة 248. موجود رقم تليفوننا على صفحة الفيسبوك سلامات كلينيك دوت جو. اسم العيادة عيادة سلامات، وأهلا وسهلا فيكم وشكرا لاستضافتكم. شكرا لك. وفي نهاية هذا اللقاء أعزائي المشاهدين، نود أن نشكر الدكتورة براء السلامات على حسن استضافتها لنا، وعلى أمل اللقاء بكم مجددا. نورتي شاشتنا، وشكرا لك. العفو، أهلا وسهلا.